بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي من جديد. إن شاء الله اليوم سأقدم لكم وجبة سهلة بتنفع للسحور أكثر إشي. يعني حبيت تعمل وجبة سحور متكاملة سهلة جدا، ما فيش أسهل من هيك صراحة. يعني بتاخدش وقت كتير، عندك لحمة مفرومة بتقدر تعملي وجبة بسيطة فيها وتقضيها وجبة عشاء أو سحور، هي الأفضل سحور إن شاء الله في رمضان الكريم. أعادوا عليكم بالصحة والبركات وكل عام أنتم بخير. أول شيء طبعاً محتاجين لحمة مفرومة، محتاجين نحط لها العطرية عليها، الملح والفلفل والتحميرة والكمون. وضعنا البهارات هذه كلياتها، أنا إيدي مضاف، طبعاً لازم تقصي أظافرك دايماً عشان يكون الايدين نضاف، لانك بتشتغلي ببيتك ليش تلبسي الكفوف؟ ايديك بتغسليهم، لها مش شرط تلبسي الكفوف. انا بدي استعمل ايدي، لان هذه لازم تفركيها بايدك البهارات عشان تتاكدي ان البهارات كلها دخلت داخل اللحمه وتخللتها. واذا بدك من افضل نتيجه بعد ما تعمليها بهي الطريقه، تحطيها بالثلاجه نص ساعه، تدخل البهارات كلها فيها وتتماسك اكثر واكثر. طبعا بعد ما نعملها بهي الطريقه احنا تتأكدي دخلت بكل هاي البهارات، ضلك تتعك فيها هيك عشان تعطيها مطة تكون زاكي. طبعا نعملها كور، كور صغيرة، نعملهاش كور كبيرة عشان بس نعمل الأكلة تطلع يعني الأكلة بتخدش وقت كتير، يعني بسرعة بسويها بنص ساعة بتكون الأكلة جاهزة وبتعمل كور زي هيك. انا حكمل الكور ورجع. طبعا بعد ما كورناها الكور تكون كور صغيره بهيك، يعني محتاجين هنا بصل مفروم وفلفل، هذا الفلفل مش حار، فلفل عادي. اذا بتحبوا الفلفل البحر حطوا فلفل بحر، الفلفل اللي بتحبوه نحطه بالقلاية اول. طبعا شو اسمه، زي ما قلت لكم من حطينا البصل وحطينا الفلفل الاخضر، البهارات من حطيناها مع اللحمه، مش مضطرين احنا نحطها مع المره الثانيه مع الخضره، نتركها بنغطيها. ما تحركوهاش وهي موجوده هون، لو بديتوا تحركوا فيها قبل ما تستوي اللحمه كلها بتتفتفت فبتبطل شكلها كور حلوه. فبتتركوها هيك وبتتركوها تقريبا 10 دقائق لحديد ما تتحمر وتاخذ اللحمه والبصل كله يستوي مع بعض. نتركها 10 دقائق وارجع بعد مرور 10 دقائق اورجيكم كيف صارت النتيجه. صارت هيك، طلعوا صارت كل حبه بحبتها. بنقدر نقلبها، نضيف معاها عصير 3 حبات او 4 حبات طماطم، الثلاث بيضات، لكم تقلبوا فيها حتى تصير متجانسة. طبعا نديرها هون ومنغطيها، بنتركها كمان 10 دقائق لما تستوي. ألاقيكم بعد 10 دقائق. مرور 10 دقائق صار مثل هيك، هيك صارت جاهزة. تشيلوها مع القلاية نفسها، تنقصوهاش عشان يكون شكلها هيك جميل. هذه طبعا النتيجة النهائية تاعت الأكل اليوم، سريعة ما اخذتش وقت. عن زي ما قلت لكم، يا اما بتعملوها بلحمة كفتة اليوم جاهزة زي اليوم، او انت كنت عامله قبلها بيوم لحمه كفته، او من وقت الغداء زاد عندك لحمه كفته بتعمليها بهاي الطريقه. بصل طبعا بتقلبي البصل مع اول اشي بتقلبي البصل مع الفلفل، بعد بتقلبيهم بتصير البصل والفلفل يطرى شويه، بتحطي عليهم الكفته وبتغطيها
وبعد 10 دقائق بتحطي صلصة الطماطم والبيض وبتغطيها، وبعدها ب10 دقائق بتكون جاهزة. بتعملي جنبها سلطة لحديت ما تخلص هذه التسوية. بتعمل سلطة، كيف بتعملي سلطة؟ بتقطعي البصل بتحطيه هون وبتحطي بالسلطة، وبتقطعي الطماطم وبتقطعي الخس والخيار، وطبعا انا استعملت الشيري توميتو. وطبعا عندنا هون المخللات الاشكال الالوان اللي انت بتعمليها بتجهزيها، وعندنا الخبز اللي بتحبيه. وصارت هيك وجبة سحور جاهزة خلال 10 دقائق او اقل. واتمنى لكم بالصحة والراحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمل الترتير.